بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن يا شباب. طبعا الكل اللي فتح معانا البرنامج بيشوف هذا الانترفيس، كلكم شايفين على الشاشة سوليد ووركس. طيب، من هذا الانترفيس نقطة البداية هي هنا نيو، تفتح بالضغط على هذا أو بكنترول N، أو من هنا فايل نيو. فايل نيو، أول ما نفتح نيو معانا خيارات، ثلاث خيارات. إما أن تفتح نيو بارت الأولى، أو الثانية نيو أسمبلي، أو الثالثة نيو دراوينج. طبعا أول شيء نبدأ فيه هو البارت، لأنك من الغير الممكن أنك تعمل أسمبلي إلا لما يكون عندك many parts. أيضا من غير الممكن أنك ترسم الدراوينج، يعني تفاصيل رسمة القطعة والمساقط، إلا لما يكون عندك قطعة. فدائما وأبدا في أي بروجكت نقطة البداية هي بارت، نضغط على بارت ونعمل أوكي. لما تفتح نيو بارت بيطلع معاك هذا الانترفيس. اليوم راح نشرح إيش اللي فيه موجود هنا في الانترفيس واستعمالاتها، ومثال بسيط. أول شيء بنشوف معانا فوق هنا هذا السهم الصغير اللي أول ما تلمس أنت سوليد ووركس فوق على اليسار يفتح معاك فايل، إديت، فيو، إنسرت، تولز، سيركوت ووركس، راوتينج، ويندوز، هيلب، المين منيو. المين منيو هنا، تمام. أيضا معانا اختصارات هنا فوق، اللي من أهمها نيو عشان تفتح نيو فايل سواء كان بارت ولا اسمبلي او دراوينج. هنا معانا اوبن عشان تفتح فايل اوريدي موجود. هنا معانا سيف عشان تسيف شغلك، او مع السهم بتحصل سيف اس. البرنت، وهنا معانا ريبيلت بنشوف بعدين معناها. في البداية أول خطوة تعملها إنك تسيف الفايل باسم القطعة أو بالاسم اللي أنت تبغاه، فتروح تعمل سيف أس، تعمل سيف أس، وتروح في المكان اللي تبغى تسيف فيه، مثلا تروح على الدي أو تروح على الديسكتوب أيا كان، تمام. مثلا الدي، ونروح نعمل نيو فولدر بنسميه drawing to course. والبارت نسميها هنا، نسميه test 1، او خلي نسميها lecture 1، ونعمل سيف. يطلع معاك اسم الفايل هنا فوق في الوسط، تمام. طبعا هنا في الفايل للبارت هذا مكننا من انشاء ديزاين ثلاثي الابعاد 3D ديزاين. اصلا انتم هنا شايفين الثلاث محاور X وY وZ. إنشاء تصميم أو رسم ثلاثي الأبعاد يبدأ من رسم 2D، رسم ثنائي أبعاد. حتى نرسم الـ 2D لابد من تحديد الإيش؟ تحديد المستوي الذي ترسم عليه، الـ plane، المسطح اللي ترسم عليه 2D. تحديد المسطح يكون هنا على اليسار. هنا في معانا 3 planes: front plane، top plane، right plane. معانا قبلها هنا في الماتيريالز لتحديد خصائص المادة، نشوفها لاحقا. خلينا نختار مثلا الفرونت بلين، تمام. حددنا الفرونت بلين. طبعا هنا بنشوفه يعني زي الايزومتريك، عشان نجيب الفرونت بلين مقابل لنا
نروح هنا في الفيو اورينتيشن، شايفين هنا، هنا بنشوف عدة الاختصارات هنا للكومنتس، منها الزوم تو فيت، هنا الزوم تو اريا، هنا previous view، هنا section view، هنا view orientation، وهنا display style. هنا hide show items، ممكن انك تخفي اشياء وتظهرها. وهنا معانا edit appearance عشان الالوان والاضاءات. واحنا نروح على السهم اللي جنب view orientation، ونروح نضغط على ايش، نضغط على normal 2، نضغط على normal 2، بيصير الفرونت بلين علينا نورمال، بتشوف الفرونت بلين نورمال. حتى نبدأ نرسم أشياء هنا لازم نروح على سكتش، وهنا نفتح قوس معانا المنيو الثاني اللي بنحصل فيه الفيتشرز، نشوف إيش معناها. بنحصل فيه السكتش اللي راح نبدأ بيها، يكون معانا هنا الإيفاليويت، طبعا هذه كلها الإيفاليويت بعدين للديزاين نحتاجها في الأخير. ومعانا الأوفيس برودكتس اللي منها ومن أهمها السوليد ووركس سيموليشن، سوليد ووركس سيموليشن. نرجع على سكتش، العديد من الكومنتس متاحة هنا، اللي من أهمها الدراوينج العادي، draw line، draw circle، spline، ellipse، arc، rectangle، polygon. هذه كلها ممكن انك تكتب تكست، تعمل plane، تمام، نقطة، هذه كلها متاحة في sketch. ايضا معاك هنا السمارت dimension عشان كل شيء ترسمه تحدد له مقاساته، تمام. ومعانا الفيتشرز، طبعا هذا اكثر شيء نستعملهم، سكتش وفيتشرز. فيتشرز هذه بعد ما نرسم ال 2D بامكاننا ان نحولها لل 3D. خلي ناخذ مثال بسيط، نرسم هنا ريكتانجل، تمام. طبعا الريكتانجل عليه سهم، طريقة رسم الريكتانجل بعدة طرق، كورنر ريكتانجل، سنتر ريكتانجل، 3 بوينت كورنر ريكتانجل، 3 بوينت سنتر ريكتانجل، وباراليلوجرام، تمام. وهذا طبعا في الكل، بالنسبه لللاين في لاين وسنتر لاين، بالنسبه للسيركل في سيركل وبيريميتر سيركل. هنا معانا الارك بيكون سنتر بوينت ارك، تانجنت ارك، والا 3 بوينت ارك. يعني طريقه الرسم تختلف، بامكانك تحديد اي طريقه. خلي نرسم ريكتانجل هنا كورنر ريكتانجل مثلا، لاحظ انه فتحت معانا على اليسار هنا الكومنت تبع الريكتانجل. نيجي هنا ونرسم الريكتانجل، تضغط بالماوس وترسم الريكتانجل، خلاص رسمنا الريكتانجل. وبعدين راح نحدد المقاسات، نيجي هنا بالسمارت دايمنشن ونعطي مقاسات هنا، الطول نبغاها 100، تكتب 100 وتعمل انتر، وباقي الدايمنشن شغالة معانا هنا لو شايفينها على اليسار. نيجي نضغط هنا على العرض، نعطيها كم، 62 مثلا، ونعمل انتر. طيب مكان هذا المستطيل، خلي نطلع من الدايمنشن، نعمل اوكي هنا عشان نحدد مكانه. بالنسبة للأوريجين، خلي نجيب النقطة هذه في الأوريجين. طبعا كان ممكن من البداية انك ترسم هنا، في عندنا السناب مود، ممكن انك ترسمها كده مباشرة على الأوريجين. خلينا نعمل ديليت بس عشان نشوف كيف نرسمها مباشرة على الأوريجين. نيجي هنا ونعمل ايش، نضغط على الاوريجين وتضغط على كنترول والنقطة هذه، تفتح لك نافذة على البروبرتيز، يطلب منك مكان، تحديد مكان النقطتين وعلاقتهم ببعض.
فخلي نقول مثلا انه هذول النقطتين يكونوا vertical كده فوق بعض. لو قلت انهم يكونوا horizontal راح يكونوا كده، لو قلت انهم يكونوا coincident راح يكونوا على بعض. خلي نقول مثلا انهم vertical، تمام، نرجع نعمل Ctrl Z. ايوه، ونزيد نعطيها سمارت دايمنشن بين نقطة الأوريجين المركز وهذه النقطة. خلي نعطيها مقاس، خلي نقول 22 مليمتر، انتر، حددنا مكانها. ونجي هنا نعمل تك انتر ونسيف، نعطي سيف. طبعا قبل لا نسيف، لو ملاحظين هنا صار لون المستطيل ايش؟ صار اسود. اسود يعني ايش؟ شايفين هنا تحت كتب لك ايش؟ كتب لك fully defined. هنا معانا fully defined، يعني لما كان لونه ازرق تعريف هذا المستطيل لم يكتمل. ليش؟ لانه التحديد مكانه باقي لم يكتمل. صح انه حددنا طول العرض، لكن مكانه بالنسبه للاوريجين لم يتحدد. الان لما حددنا مكانه للاوريجين بهذا المقاس 22 صار fully defined ولونه صار اسود. نجي مباشرة نعمل سيف، تمام، عملنا سيف، خلصنا رسمة هذا المستطيل وسيفنا. الآن نبغى نمر إلى ثلاثي أبعاد، رسمة ثلاثي الأبعاد، تمام. كيف راح نسوي؟ نيجي على فيتشرز جنب سكتش، في عندنا فيتشرز، تمام. ناخذ مثلا الأولى هي الاكسترودد بوس بيس، اضغط عليها اكسترودد بوس بيس. هنا تحولنا إلى من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. طيب السمك أو الارتفاع هنا كم نبغاه؟ طبعا مكتوب هنا معانا 10، تمام. خلي نقول إنها 700، تمام. طبعا عشان التكبير والتصغير استعمل الماوس، عشان التكبير والتصغير كده استعمل الماوس، أو إنك تضغط على F. لا طبعا ما هنا، عفوا، هنا 700 معانا. خلينا نقول اوكي على تيك، اضغط على اف بيجيك فول سكرين الماوس، دور الماوس بيجي معاك تكبير وتصغير، تمام. يكفي انك تلففها كده، تضغط على الرولر في الماوس، تضغط على الرولر في الماوس وتحرك الماوس، تمام. او بالاسهم، يمديك بالاسهم تدورها يسار او تدورها يمين، تدورها تحت او تدورها فوق، تمام. ايضا ممكن انك تشوف الايزومتريك، نروح هنا View Orientation، نفتح ونجي على ايش؟ ايزومتريك. شايفين الايزومتريك؟ اضغط عليها، هذه الايزومتريك، واضح. طيب اول ما أنشأنا الجسم ثلاثي الأبعاد بإمكاننا أن نضيف عليه العديد من الأشكال والخصائص. شايفين هنا في المنيو Features، خصائص أو مميزات، طلع معانا Active العديد من الكومنتس، تمام، العديد من الكومنتس طلع Active معانا. مثل إيش؟ مثل Extruded Cut، يعني material removal، بإمكانك أنك تشيل المادة من هنا، مثلا تعمل ثقب، أوكي. أيضا بإمكانك تزيد عليها fillet أو chamfer، تضيف هنا fillet أو chamfer، أيضا هذا ممكن. خلينا نشوف، نعمل مثال، نجي هذه، شايفينها؟ هذا الضلع هنا، نعمل له تحديد
ونضغط على فيلت. تمام، نضغط على فيلت. يسألك عن الايش؟ عن الفيلت بارامترز تحت. نص القطر معطى 10، لو 10 مليمتر. طب لو يبغى تعدله خلي مثلا 13، قول 13، تقول له انتر، تطلع فوق تعمل تيك بالاخضر. صارت معنا ايش؟ صارت معنا فيلت هنا. تمام، ابغى من الجهة الثانية اخليها شنفر، احدد الزاوية واعطيها شنفر. تمام، طبعا نحرك القطعة هنا بالايش؟ حركها بالماوس، تضغط على الرولر في الماوس وتحركها. طلب منك زاوية الشنفر اللي هي عادة 45 درجة، وطلب منك المسافة اللي راح تعمل بها الشنفر. هنا معطى 10 مليمتر، خلي نقول مثلا 14 مليمتر، وتعمل انتر ثم تك بالاخضر. صار معانا هذه الجهة عليها شنفر 14 مليمتر، هنا صار عندنا فيلت نص القطر 13 مليمتر. تمام، طيب نضيف أشياء ثانية. مثلا أبغى أضيف هنا ثقب على هذا السطح، أبغى أضيف ثقب. طبعا عشان نضيف ثقب أو نزيل مادة من هنا، لازم لو كان دائري يعني طبعا لازم نرسم على مسطح. ما ضروري إنك تختار واحد من المسطحات الثلاثة اللي معاك هنا، الفرونت بلين، توب بلين، رايت بلين. يمديك إنك إيش؟ تيجي تضغط هنا على هذا المسطح اللي فوق أو على المسطح اللي تحت، تحدده. ثم نبغاه يكون مقابل لنا، تروح على View Orientation وتعمل إيش؟ Normal To، تضغط على Normal To، صار مقابل عليك. تخليه محدد وتيجي ترسم عليه. نيجي على Sketch ونرسم عليه دائرة مثلا، نكبر شوية ونعمل دائرة هنا. تمام، ثم نروح نحدد المقاسات والمكان. نعطي القطر مثلا خليها 40، ونعطي المكان انه من هنا الى هنا 50. ايضا من هنا إلى هنا خلي نعطيها 50. صار لون الدائرة أسود، يعني fully defined. شايفين هنا تحت fully defined، ونطلع منها نعمل أوكي. وبعدين نروح على features ونضغط على extruded cut، يطلب منا بكم. طبعا هنا بنقول له ايش؟ عندك خيارات انك تشيل مادة على مسافة كم. ممكن تقول له through all، يعني خلال المادة كلها، تعمل انتر. خلاص وشال المادة. اوكي، أمورها تمام. بعدين عايزين نشيل مادة مثلا من هنا لكن بشكل مستطيل، نعمل سيلكت لهذا السطح ثم نجي على نورمال 2 نبغى نضيفه في الأسفل، نفتح سكتش نرسم مستطيل، مستطيل بتو كورنرز، ثم نحدد مكانه ومقاساته. هنا نبغاها 25، انتر. هنا نبغاها 120، انتر. طيب مكانه نقول من هنا
escape. نعمل من هنا إلى هنا نعطيها 30، ومن هنا شايفين الأضلاع هنا 2 أسود يعني fully defined، لكن باقي هنا لون أزرق. يكفي إنه نحدد مكان هذا الضلع الأفقي العمودي، راح يصير كله أسود. من هنا إلى هنا هذه نبغاها مسافة كم؟ نبغاها بمسافة 33. خلاص صار لون المستطيل أسود. نجي على Features ونعمل Extruded Cut. نعمل Extruded Cut ونجي هنا نقول Through All. تك. أوكي. شال منا المادة هنا. نعمل خلينا نشوفوها ايزومتريك. هذه الايزومتريك تبعنا تمام. يعني في دقائق معدودات عملنا هذا الشكل ثلاثي الأبعاد تمام.